Jerusalem has come. وها هو الخليفة الراشدي الثاني عمر بن الخطاب يسافر من المدينة المنورة في السنة 16 للهجرة متوجها إلى بيت المقدس، فيدخل المدينة صلحا بتواضع المؤمن، ويقر فيها الحقوق لأصحابها، ويوقع أول وثيقة مع أهل الكتاب والنصارى. كان فتح هذه المدينة تتويجا لسلسلة من الفتوحات بدأت في عهد أبي بكر الصديق وتوالت في عهد عمر. في عهد عمر عنه كثر، يعني كثر، اتسعت الدولة الإسلامية وكثر الجيش والسكان، فكان يوزع رضي الله عنه على القادة، مثلا أبا عبيدة وخالد وشرح بير بن حسنة وعمرو بن العاص. فضل الله يؤتيه من يشاء، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وهو سبحانه الفتاح العليم. وقد فتح الله علينا أبواب رزقه، فامتلأت بيوت الأموال بما فيها وفرت. لله الحمد، وقد رأينا أن نوسع على الرعية ونضاعف الأموال والعطايا. يخرج الغني في عهد عمر بن عبد العزيز بصدقته، فلا يجد فقيرا يمد يده إليه ليأخذ صدقته منه، لأن الله جل وعلا قد أغناه من بيت مال المسلمين بفضله سبحانه، ثم بفضل هذا الأسد الأمين القابع هنالك في هذا العرين. إنه حفيد فاروق الأمة، إنه حفيد فاروق الأمة الأواب عمر بن الخطاب. إنه عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. مات
عثمان رضي الله عنه، وحدثت فتنة من أروع الفتن، وحدث حادث من أخطر الحوادث الدامية في تاريخ الإسلام كله، في تاريخ الإسلام كله، لأنها سابقة ما حدثت قبل ذلك، أن يحاصر المنافقون والموطنون والمجرمون بيت الخليفة ويقتلوه بدعاوى باطلة فنتها بالأمس وأنا أتحدث عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. شاهدوا أيها الأفاضل، قتل عثمان من بداية الفتنة الصماء البكماء العمياء التي سفكت فيها كثير من الدماء الزاكية الطاهرة ومزقت فيها الأشلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ستؤمن بي يا خالد، ستؤمن بي ذات يوم، هذا ما أوحي به إلي. يا رب انصدوا عليها ولا تتركوا أحدا.